والى اخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكه حيث اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 1881 حاله جديده ليرتفع اجمالي عدد الحالات المؤكده بفيروس كورونا في المملكه الى 87142 حاله، فيما سجلت 1864 حاله تعافي جديده ليصل عدد المتعافين الى 64306 حاله تعافي بحمد الله. كما تم تسجيل 22 حاله وفاه جديده. ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 525 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً